بسم الله الرحمن الرحيم. راح نبدي اليوم المحاضرة الثانية في فسجة الحيوان اللي تتضمن الجهاز الهضمي. نبدأ بأول أجزاء الجهاز الهضمي، هو الفم والمرئ (mouth and esophagus). ماذا يحدث في الفم ودور المريء؟ In the mouth، في الفم، food is mixed with saliva and propelled into the esophagus. فإذا في منطقة الفم يتم مزج الطعام مع اللعاب ويتم دفعه propelled into the esophagus. فدور المريء هو فقط إيصال الطعام من منطقة الفم إلى المعدة من خلال موجة من الحركات في العضلات الملساء الموجودة في جدار المريء. هذه الموجات من التقلصات تسمى الperistaltic waves، حركات التحوي. فهذه الحركات ماذا تعمل؟ إذن peristaltic waves in the esophagus move the food into the stomach. إذن وظيفتها نقل الطعام إلى المعدة. نجي في منطقة الفم، ما هي الإفرازات اللعابية؟ فنجي إلى موضوع salivary secretion. Saliva is produced by three pairs of salivary glands. فإذا اللعاب يتكون بواسطة ثلاثة أزواج من الغدد اللعابية، اللي هي الباروتيد جلانس، أول زوج اللي هنسميها الغدد النكفية. هذه عادة تلتهب في حالات بعض الأمراض مثل النكاف. النوع الثاني هو سب مانديبولار جلانس، الغدد تحت الفكية، من كلمة ماندبل هو الفك السفلي. والنوع الثالث هو السابلينجوال جلانس، الغدد تحت اللسانية. فهذه تفرز بجميعها مادة تسمى اللعاب. ماذا يحتوي اللعاب؟ سلايفا كونتينز، يحتوي اللعاب على المواد الآتية. أولا أنزيم يسمى تايلين أو يسمى ألفا أميليز، أنزيم الأميليز ألفا اللعابي. ما هو هذا الأنزيم وماذا يعمل؟ Which is an enzyme for digesting starches. فإذا وظيفة هذا الأنزيم هو هضم النشويات. اللعاب أيضا يحتوي على مادة المخاطين أو ميوسين نسميها. هذه شنو أهميتها؟ ميوسين for lubricating and for surface protective purpose. أهمية المخاطين هو لتزييت منطقة الفم، lubricating and for surface protective purpose، ولأغراض وقائية لسطح تجويف الفم. الأنزيم الأميليز اللعابي salivary alpha amylase digest starch، فإذا يقوم بهضم النشا، ونتيجة الهضم ماذا تتكون من المواد producing؟ هذه المواد المتكونة عن هضم النشا بواسطة الألفا أميليز. أول شيء الألفا لمدكسترينز، مالتوترايوز سكريات ثلاثية، ومالتوز سكر ثنائي، سكر المالتوز. هذه وظيفة الأنزيم الأميليز اللعابي. نجي إلى وظائف اللعاب. للعاب وظائف في منطقة الفم تتضمن الآتي. أولا it facilitates swallowing، يسهل من عملية بلع الطعام. facilitate swallowing، swallowing بلع الطعام. اثنين it keeps the mouth moist، يحافظ على رطوبة الفم أو أن يكون الفم رطبا. ثلاثة it serves as a solvent، يعمل اللعاب كمادة مذيبة for the molecules that stimulate the taste buds. فإذا يعمل كمادة مذيبة للجزيئات التي تحفز البراعم الذوقية، تيست بس البراعم الذوقية، فهو مادة مذيبة. يعني الشخص ما يقدر يذوق الطعام إذا كان الفم جاف، فبوجود اللعاب يمكن تذوق الطعام. يساعد في الكلام، أربعة من وظائفه it aids speech، يساعد في الكلام أو التكلم. خمسة it has some antibacterial action، له بعض الفعالية المضادة للجراثيم، يعني يعمل كمادة مطهرة. هذه هي وظائف اللعاب. نجي إلى الجزء الثاني من الجهاز الهضمي، هو المعدة أو الستوماك.
نجي ما هي المعدة وأجزائها والوظائف اللي تقوم بها. Food is stored in the stomach. فإذا يخزن الطعام في المعدة بعد ما ينزل عن طريق المرئ، يتم خزنه في المعدة. Mixed with acid، مثل ما تعرفون المعدة تفرز حامض، حامض الهيدروكلوريك، فيمزج الطعام مع الحامض والمواد المخاطية أو المادة المخاطية ميوكس، ويمزج مع أنزيم يعمل على هضم البروتينات يسمى البيبسين، أنزيم البيبسين. And released into the duodenum، فبعد ما يتم هضم الطعام ومزجه مع هذه المكونات يطرح إلى أول جزء من الاثنى عشري، اللي هو أول جزء من الأمعاء الدقيقة اللي نسميه الاثنى عشري. في هذا الشكل اللي أمامنا تلاحظون تركيب المعدة، هذا للاطلاع حتى تعرفون أجزاء المعدة. فهذا الجزء هو المرئ يتصل بالمعدة، أول جزء من المعدة نسميه منطقة القاع، هذا الفندس، هذا الجزء العلوي. هذا الجزء الثاني نسميه البودي، الجسم بودي. الجزء الثالث من المعدة يسمى الأنترام، التجويف، هذا الجزء الثالث. ويتصل الأنترام بالاثنى عشري لديودينم عن طريق عاصرة تسمى بالعاصرة البوابية، بايلوريك سفنكتر. في نهاية المريء عند اتصاله بالمعدة هناك عاصرة تسمى بالعاصرة المريئية السفلى، lower esophageal sphincter. هذه أجزاء المعدة. نجي إلى المعدة ماذا تكون لوقاية السطح الداخلي من عمليات الهضم. The surface cells of the stomach secrete mucus. فإذن خلايا السطح، الخلايا السطحية للمعدة تفرز مادة مخاطية للميوكس والبيكربونات and bicarbonate to protect the stomach from digesting itself. فإذا أهمية المخاط والبيكربونات هو لوقاية المعدة من أن تهضم نفسها، يعني أشبه بحاجز، لأن تعرفون المعدة تفرز حامض وأنزيمات، فحتى لا تهضم نفسها لابد أن أكو حاجز يمنع الهضم، فهذا الحاجز هو عبارة عن المخاط ومادة البيكربونات. نجي على الغدد الموجودة في أحد أجزاء المعدة، the glands in the fundus، الموجودة في منطقة القاع، الغدد الموجودة في منطقة القاع أو جسم المعدة or body contain، تحتوي على ما يأتي. النوع الأول من الخلايا نسميه parietal cells، الخلايا الجدارية. which secrete، هذه الخلايا تفرز شيئين، الجزء الشيء الأول يتفرزه هو حامض ال HCl، مثل ما تعرفون هو حامض الهيدروكلوريك، هيدروكلوريك أسيد. شنو أهمية الحامض؟ the acid serves to sterilize the meal، إذن يعمل الحامض على تعقيم الطعام أو الوجبة الغذائية، and to begin the hydrolysis of macromolecules، ويبدأ الحامض بعملية التحلل المائي للجزيئات الكبيرة اللي هي بشكل رئيسي البروتينات. هذه أهمية الحامض. الشيء الثاني اللي تفرزه الخلايا الجدارية البارايتال سيلز هو ما يسمى بالعامل الداخلي الانترنسيك فاكتور. شنو أهميته؟ It is important for the absorption of vitamin B12 in the ileum. هذا العامل الداخلي له دور مهم في امتصاص فيتامين B12. فإذا الانترنسيك فاكتور العامل الداخلي يرتبط مع فيتامين B12 وينقل إلى الأمعاء الدقيقة. آخر جزء من الأمعاء الدقيقة يسمى باللفائف في الإليوم، في تلك المنطقة يتم امتصاص فيتامين B12. فإذا هذا العامل ضروري لامتصاص هذا الفيتامين. نجي إلى النوع الثاني للخلايا الموجودة في المعدة اللي هي chief cells، نسميها الخلايا الرئيسة أو الرئيسية. شو تكون هذه الخلايا؟ which produce، تكون لنا نوعين من الأنزيمات. النوع الأول هو البيبسينوجين. البيبسينوجين هو يعتبر المادة الأولية لتكوين البيبسين، فيسمى بمولد البيبسين. كلمة بيبسينوجين، جين يعني مولد، وبيبسين هو الأنزيم، فإذا مولد البيبسين نسميه.
هذا البيبسينوجين إذن يعتبر the precursor for pepsin، يعتبر المادة الأولية أو الأساسية لأنزيم البيبسين which initiates protein digestion، واللي يعمل على بدء هضم البروتينات. الأنزيم الثاني من اسمه يأثر على الدهون اسمه gastric lipase، اللايبيس المعدي. It begins the digestion of fats، إذن يبدأ بهضم الدهون أو الشحوم. انتهينا من المعدة، بعد ما يخرج الطعام للمعدة يروح للاثني عشري، بالاثني عشري يتصل البنكرياس عن طريق قناة، فنجي إلى إفرازات البنكرياس أو الإفرازات البنكرياسية، pancreatic secretion، الإفراز البنكرياسي. البنكرياس يتألف من جزئين، جزء يسمى خارجي الإفراز يفرز أنزيمات، وجزء داخلي يفرز الهرمونات. The portion of the pancreas that secretes pancreatic juice is a compound alveolar gland. فالجزء من البنكرياس الذي يفرز العصارة البنكرياسية، pancreatic juice هو العصارة البنكرياسية، هو عبارة عن غدة حويصلية مركبة، يعني يتألف من حويصلات تقوم بإفراز العصارة البنكرياسية. هذا الشكل اللي أمامنا يمثل البنكرياس ارتباطه بالاثني عشري والكبد ومكوناته اللي تفرز الصفراء. فهذا رسم للاطلاع حتى نحاول نربط الرسم مع الشرح حول الموضوع. فهذا هو الجزء اللي هو البنكرياس، مثل ما تلاحظوا يفتح بفتحة عن طريق الاثني عشري وتصب الإفرازات في منطقة الاثني عشري، وهذه عندنا البنكرياتيك داكت اللي هي تنقل الإفرازات. البنكرياس يفرز مجموعة من الأنزيمات ضمن العصارة البنكرياسية، هذه الأنزيمات لها عدد من الوظائف، فنجي إلى البنكرياتيك أنزيمز. هذه الأنزيمات يفترض أن تحفظ كل أنزيم ما هو دوره، فنجي إلى هذا الجدول يتضمن المعلومات الآتية. أول شيء المصدر السورس اللي هو الإكسوكراين بنكرياس، أكو عندنا جزء أندوكراين يفرز الهرمونات والإكسوكراين يفرز الأنزيمات، فهذا يسمى بالبنكرياس الخارجي الإفراز. وهنا عندنا نوع الأنزيم المنشط للأنزيم أكتيفيتر، المادة التي يؤثر عليها الأنزيم نسميها سبستريت أو المادة الخاضعة لعمل الأنزيم. وهنا الوظيفة الكاتاليتيك فانكشن، وظيفة التحفيز أو النواتج الناتجة عن الهضم بتأثير الأنزيم. نجي إلى أول أنزيم اللي هو التريبسين. التريبسين يفرز بشكل أنزيم غير فعال، تريبسينوجين، يتحول إلى تريبسين بوجود أكتيفيتر اللي هو الانتروبيبتيديز. هذا أنزيم اسمه انتروبيبتيديز. فإذا شلون عندنا أنزيم البيبسين يفرز بشكل بيبسينوجين ويتحول إلى بيبسين، هنا نفس الشيء التريبسين يفرز بشكل تريبسينوجين ويتحول إلى تريبسين. هذا يأثر على البروتينات والبوليبيبتايدز، وبالنتيجة راح يسوي يجزئ البيبتايد بونس الأواصر البيبتيدية، كليف كليف يعني يجزئ البيبتايد بونس اون كاربوكسيل سايد في الجهة الكاربوكسيلية، يجزئ الأواصر البيبتيدية في الجهة الكاربوكسيلية للحوامض الأمينية القاعدية. تعرفون حوامض الأمينية اكو انواع منها، اكو قاعدية واكو حامضية، فالبيسك امينو اسيد مثل ايش؟ مثل الارجينين او اللايسين. فهذا اول انزيم. الانزيم الثاني هي والمجموعة الانزيمات النوع الثاني هي الكايموتريبسينز، هذه تفرز بشكل غير فعال، كايموتريبسينوجينز مثل التريبسينوجين، كايموتريبسينوجينز تتحول الى كايموتريبسينز بتاثير انزيم التريبسين. هذا يأثر ايضا على البروتينات والبوليبيبتايدز. النواتج الهضم شي يسوي؟ يجزئ الاواصر البيبتيديه على الجهه الكاربوكسيليه للحوامض الاروماتيه اللي تحتوي على حلقه اروماتيه. الانزيم الثالث هو الالاستيز، هذا يفرز بشكل غير فعال اسمه برو الاستيز، يتحول الى الاستيز، يأثر عليه انزيم التريبسين، يحول البرو الاستيز الى الاستيز، ومن اسمه الاستيز
يأثر على البروتينات المطاطية مثل الإيلاستين و some other proteins و بروتينات أخرى. الوظيفة مالته هو cleaves bonds، يعمل على تجزئة الأواصر الواقعة في الجانب الكاربوكسيلي من الحوامض الأمينية الأليفاتية. هذا النوع الآخر. الأنزيم الآخر هو الكاربوكسي بيبتيديز أي، هذا يفرز بشكل برو كاربوكسي بيبتيديز أي ويتحول إلى كاربوكسي بيبتيديز أي بتأثير التريبسين. أيضا يأثر على البروتينز والبولي بيبتايدز، هذا يجزئ لنا كليف كاربوكسيل تيرمينال أمينو أسيد، يجزئ الحوامض الأمينية النهائية في الجانب الكاربوكسيلي that have aromatic or branched aliphatic side chains، اللي تحتوي على سلاسل جانبية إما أروماتية أو أليفاتية متفرعة. النوع الثاني يشبه القبلة بس اسمه كاربوكسي بيبتيديز بي، هذا يفرز بشكل برو كاربوكسي بيبتيديز بي، يتحول إلى كاربوكسي بيبتيديز بي بتأثير التريبسين، وأيضا يأثر على البروتينات والبولي بيبتايدز. هذا يأثر ويعمل على تجزئة الحوامض الأمينية النهائية في الجانب الكاربوكسيلي اللي تمتلك سلاسل جانبية قاعدية. تلاحظون ان انزيمات اللي تأثر على البروتينات اللي ذكرناها هذه كلها المجموعة تريبسين كايمو تريبسين إلاستيز كاربوكسي بيبتيديز اي اند بي كلها تتكون بشكل انزيم اولي ويتحول الى انزيم فعال، يعني انزيم غير فعال، يعني تريبسينوجين يتحول الى تريبسين، كايمو تريبسينوجينز الى كايمو تريبسين وهكذا. هذه كلها المجموعة تأثر على البروتينات، لاحظوها كلها تأثر على البروتينات. انتهينا من الانزيمات اللي تأثر على البروتينات الموجودة بالعصارة البنكرياسية. نجي على الانزيمات اللي تأثر على الدهون. عندنا اول انزيم هو كولايبيز، هذا يفرز بشكل برو كولايبيز اولي، يتحول الى كولايبيز، يتحول بتأثير التريبسين ويأثر على القطيرات الدهنية الفات دروبليتس. هذا الشيء يسوي باينز بنكرياتيك لايبيز تو اويل دروبليت، يعمل على ربط اللايبيز البنكرياسي، هذا انزيم هسه نجي عليه، الى قطيرات الدهون وبوجود الحوامض الصفراوية او حوامض الصفراء. البنكرياتيك لايبيز هذا هو اساسا فعال، ما يحتاج يعني يفرز بشكل فعال، فما عنده اكتيفيتر، يأثر على الجليسيريلات الثلاثية ترايجليسرايدز، يحولها الى مونوجليسرايدز وفاتي اسيدز، جليسيريدات احادية وحوامض شحمية. العفو. الكوليسترول استر هيدروليز، كوليسترول استر هيدروليز هذا الانزيم الاخر ما عنده منشط، يأثر على الكوليسترول استرز وينطينا كوليسترول. عندنا البنكرياتيك الفا اميليز، تتذكرون قبل شويه ذكرنا اكو عندنا الفا اميليز باللعاب سميناه سليفري الفا اميليز، هو نفس الانزيم هذا موجود بالبنكرياس يكمل عمليه هضم النشويات والكربوهيدرات. فاذا البنكرياتيك الفا لايبيز هذا يتنشط بايون الكلورايد، كلورايد ايون يهضم الستارش او النشا، وعمله يشبه الالفا اميليز، يعني هم يجزئه الى سكريات ثنائية وأحادية. عندنا الرايبونيوكلييز والديوكسي رايبونيوكلييز من أسمائهم ذول يأثرون على الحوامض النووية، فما لهم منشط اثنيناتهم، فتعرفون هذا من اسمه رايبونيوكلييز يأثر على الـ RNA اللي هو رايبونيوكليك أسيد، والديوكسي رايبونيوكلييز يأثر على الـ DNA اللي هي المادة الوراثية، الديوكسي رايبونيوكليك أسيد، وبالنتيجة راح يعطينا النيوكليوتيدات نيوكليوتايدز. الأنزيم الآخر أو الأخير هو فوسفولايبيز أي 2، هذا يفرز بشكل غير فعال برو فوسفولايبيز أي 2، يتحول الى فوسفولايبيز تحت تاثير التريبسين، هذا ياثر على الفوسفوليبيدز الدهون المفسفره او الفسفوريه ويجزئها الى فاتي اسيدز الى حوامض الشحميه والى لايسوفوسفوليبيدز. انتهينا من الانزيمات البنكرياسيه، نجي على الافراز الصفراوي بيلياري سكريشن. هذه تتمثل بمادة الصفراء اللي تتكون بالكبد وتخزن بالصفراء وبكيس الصفراء وتطرح إلى الاثنى عشري وإلها دور في عملية الهضم.
إذن الإفراز الصفراوي the gallbladder stores and releases bile that is produced in the liver. فإذن الgallbladder اللي هي نسميها المرارة بالعامية أو تسمى كيس الصفراء تعمل على خزن وتحرير مادة الصفراء bile هي مادة الصفراء أو الصفراء that is produced in the liver. فإذن الصفراء تتكون في الكبد وتخزن وتتحرر من كيس الصفراء. من يش تتكون الصفراء؟ bile is made up of the bile acids. فإذا تتألف الصفراء من حوامض الصفراء bile pigments أصباغ الصفراء and other substances ومواد أخرى dissolved in an alkaline electrolyte solution. فإذا تتألف الصفراء أو تحتوي حوامض صفراوية وأصباغ الصفراء ومواد أخرى ذائبة في محلول الكتروليتي قلوي أو قاعدي الكلاين. اللون الأصفر للصفراء هي من اسم الصفراء يعود إلى وجود أصباغ الصفراء اللي هي البيليروبين أند بيليفيردين. هذه إذا تذكرون أخذناها في موضوع الدم، قلنا الهيموغلوبين من يتحلل يتحلل هيموغلوبين والهيم بعدين يعطينا البيليفيردين والبيليفيردين يتحول الى بيليروبين وهو ينطي اللون الاصفر. فالبيليروبين اند بيليفيردين ار ريسبونسبل، هاتين الصبغتين مسؤوله عن الجولدن يلو كلر اوف ذا بايل، مسؤول عن اللون الاصفر الذهبي للصفراء. نجي الى ما هي تاثيرات املاح الصفراء اكشنز اوف بايل سولز، الوظائف مالتها أو تأثيراتها. أول وظيفة they have emulsifying العفو they have emulsifying or detergent action on the fat particles in the food. لأملاح الصفراء إذن تأثير استحلابي أو مستحلب، كلمة emulsifying من emulsification عملية الاستحلاب، أو يسمى بتأثير detergent. عندنا مصطلح المنظفات هاي اللي تستخدم مثل التايد الصابون تسمى ديترجنس، فهي لها تأثير تشبه المنظفات أو لها تأثير مستحلب. يعني عادة هسه من نستخدم الماء والصابون أي دهون عالقة راح تتجزأ من قطيرات كبيرة إلى قطيرات صغيرة ونتخلص منها، هنا نفس العمل، يعني كأنما القطيرات الدهون أو جزيئات الدهون تتجزأ فتصبح بشكل مستحلب، ولهذا نقول بأن البايل سولت لها تأثير استحلابي أو تأثير أشبه بالمنظفات على جزيئات الدهون الموجودة في الطعام. فهي شو تسوي أملاح الصفراء؟ This decreases the surface tension of the particle. فهي راح تأثر على الجزيئات أو قطيرات أو جزيئات الدهون، وبالتالي تقلل من الشد السطحي لها أو التوتر السطحي surface tension، وتعمل على تجزئتها إلى جزيئات أو قطيرات صغيرة تصبح. فهذه نسميها عملية الاستحلاب. هذه أول وظيفة للبايل سولز. الوظيفة الثانية they help in the absorption of fatty acids، تعمل أو تساعد في امتصاص الحوامض الشحمية والمونوغليسيرايدز الجليسيريدات الأحادية والكوليسترول. فهي تساعد في امتصاصها بالارتباط معها، فتساعد في امتصاصها من القناة المعوية أو الأمعاء. فإذا تساعد في امتصاص هذه المواد and other lipids وبقية الدهون from the intestinal tract من قناة الأمعاء. فهي راح ترتبط وياها وش تكون؟ تكون تراكيب أو معقدات صغيرة. They form small complexes with these lipids called micelles. فإذا الأملاح الصفراء ترتبط مع هذه الدهون اللي ذكرناها الفاتي أسس المونوغليسرايز الكوليسترول وبقية الدهون، وتكون معقدات صغيرة مع هذه الدهون. هذه المعقدات نسميها بالميسلز، ومن هذه الميسلز يتم امتصاص الدهون. انتهينا من البايل أو البيلياري سكريشن، نجي إلى الأمعاء الدقيقة السمول انتستين. It is divided into three parts. تقسم الأمعاء الدقيقة إلى ثلاث أقسام. أول قسم هو الديودينم الاثني عشري، الجزء الثاني أو القسم الثاني هو الجيجونم الصائم، والجزء الثالث هو اللفائفي أو الإليوم. فإذا الأمعاء تتألف من الديودينم، جيجونم والإليوم، ثلاثة أقسام.
مثل ما تتذكرون قبل شوية ذكرنا أن المعدة تتصل بالاثنى عشري الديودينم، فأول جزء من الأمعاء هو الديودينم. نجي ماذا يحدث في الأمعاء. Digestion is completed in the small intestine. عملية الهضم إذن تستكمل في الأمعاء الدقيقة. ماذا تحتوي الأمعاء الدقيقة؟ الجدار الداخلي المبطن لها. The mucous membrane is covered by villi. فإذا الغشاء المخاطي للأمعاء الدقيقة يكون مغطى بتراكيب إصبعية الشكل تسمى الزغابات villi. villi جمع والمفرد مالها villus. مثل ما تذكرون قلنا شون عندنا مثلا stimuli حوافز، stimulus حافز، هنا نفس الشيء villi جمع زغابات وvillus مفرد زغابة. بالأمعاء الدقيقة أيضا هناك أنزيمات، وهذا جدول أيضا للحفظ نفس الجدول اللي ذكرناه قبل شوية بالنسبة للبنكرياتيك أنزيمز. نجي إلى الانتستينال أنزيمز نفس الجدول أيضا، بس هنا أنا ما عندنا اكتيفيتر، هنا كان عندنا منشطات تنشط الأنزيمات، هنا ما موجود عندنا. فإذا المصدر هاي الأنزيمات هو الانتستينال ميوكوسا المخاطية المعوية، وهذه الأنزيمات تشمل أول أنزيم عندنا الانتروبيبتيديز. إذا تتذكروا قبل شوية قلنا هذا يحول تريبسينوجين إلى تريبسين، هذه العمل ماله. الأنزيم الثاني أو المجموعة الثانية هي الامينوبيبتيديز، هذه الأنزيمات تأثر على البولي بيبتايدز، من اسمها بيبتيديز يعني تأثر على البولي بيبتايدز، وبما أنه اسمها أمينو فهي تأثر على الحوامض الأمينية في النهاية الأمينية للبيبتيد. إذا كليف أمينو تيرمينال أمينو أسيدز فروم بيبتايد، فهي تعمل هذه الأنزيمات على تجزئة الحوامض الأمينية من النهاية الأمينية للبيبتيد. الكاربوكسي بيبتيديزز هذه هم تأثر على البولي بيبتايدز، بس هذه عليها ما تأثر على الحوامض الأمينية بالجانب الكاربوكسيلي. مثل ما تعرفون أنه أي حامض أميني أو بروتين بنهاية كاربوكسيلية ونهاية أمينية، فهاي تأثر على البولي بيبتايدز وتعمل على تجزئة الحوامض الأمينية في النهاية الكاربوكسيلية للبيبتيد. عندنا الأندوبيبتيديزز من اسمها أيضا تأثر على البولي بيبتايدز، هذه اشتعمل كليف بتوين ريزيديوز إن ميد بورشن أوف بيبتايد، فمن اسمها أندو يعني تأثر داخليا على البيبتيد. فش تسوي إذن؟ تجزئ الحوامض الأمينية في الجزء الوسطي من البيبتيد. كلمة residues هنا تعني حوامض أمينية. احنا عندنا الحوامض الأمينية إذا كان لوحدة نسميه أمينو أسيد، إذا كانت مجموعة حوامض أمينية مرتبطة مع بعضها البعض تسمى residues نسميها. فإذا المقصود بها هي حوامض أمينية مرتبطة. عندنا الدايبيبتيديزز من اسمها داي ثنائية، تأثر على البيبتيدات الثنائية الدايبيبتايدز، فتنطينا تو أمينو أسيدز. يعني أنا عندي حامضين أمينيين أسميهم دايبيبتايد، ثلاثة ترايبيبتايد، إذا هواية حوامض أمينية بوليبيبتايدز. هذه الأنزيمات إذا تأثر على البروتينات هذه أو البيبتيدات. نجي على الحوامض الأمينية اللي تأثر على الكربوهيدرات. عندنا أول نجي على الأنزيمات اللي تأثر على الكربوهيدرات. أول أنزيم هو المالتيز، هذا يأثر على سكر المالتوز والمالتوترايوز. إذا تتذكرون قبل شوية في الهضم اللعابي قلنا يتكون عندنا من نواتج هضم الألفا أميليز هو المالتوز والمالتوترايوز، فهذه المالتيز يأثر عليها يجزئها إلى جلوكوز اللي هو سكر أحادي. عندنا أنزيم اللاكتيز، هذا يأثر على سكر الحليب لاكتوز ويجزئ الى جالاكتوز وجلوكوز. عندنا انزيم السكريز، هذا ياثر على السكروز also maltotriose and maltose، يعني مو بس سكروز، ياثر على الماltotriose والمالتوز ويحلل لنا الى فركتوز وجلوكوز. عندنا الايسومالتيز، هذا الانزيم ياثر على الالفا ليميت دكسترينز وعلى المالتوز وعلى الماltotriose ويحولها الى جلوكوز. إذا تتذكرون بالهضم اللعابي قلنا الألفا أميليز الموجود باللعاب يأثر على الستارش ويجزئه فينطينا ألفا ليميت دكسترينز وينطينا مالتوز ومالتوترايوز. فإذا استكمال الهضم يكون بالأمعاء بواسطة الأيسومالتيز، وبالنتيجة ينطينا سكر أحادي هو الجلوكوز. آخر مجموعة من أنزيمات هذه هو نيوكليز أند ريليتد أنزيمز، أنزيم من اسمه نيوكليز يعني يأثر على الحوامض النووية نيوكليك أسيدز.
اللي إذا تذكروها قلنا هي عبارة عن الـ RNA والـ DNA. فبالنتيجة نتيجة لتأثير على الحوامض النووية راح يعطينا نواتج التجزئة هي سكريات خماسية pentoses and purine and pyrimidine bases، ويعطينا قواعد نيتروجينية للبيورين والبايرميدين. إذا ما أخذها بالوراثة الأدينين والثايمين والجوانين والسيتوسين، هذه هي عبارة عن قواعد نيتروجينية تقع لهذه المجموعتين البيورين والبايرميدين. انتهينا من الأمعاء الدقيقة، الطعام بالأخير راح يروح إلى الأمعاء الغليظة. فتلاحظون من هذا الشكل المخطط للإطلاع هذا، أيضا هذا عندنا اللفائف الإليوم يتصل بالأمعاء الغليظة. أول جزء من الأمعاء الغليظة هو السيكم الأعور نسميه، هذا تتصل بالزائدة الدودية الأبندكس ويصعد نحو الأعلى بما يسمى بالقولون الصاعد ascending colon، ثم يمر بشكل مستعرض بالجسم نسميه ترانسفيرس كولون القولون المستعرض، وينزل بعدين بالقولون النازل هذا descending colon هذا، والقولون النازل يرتبط بالمستقيم الريكتام، والريكتام يفتح بفتحة الشرج، وعند فتحة الشرج هناك عاصرات شرجية anal sphincter، وحدة نوع اسمها internal anal sphincter واكسترنال anal sphincter. هذه لا إرادية الانترنال بعملها، والاكسترنال هي إرادية، هذه تتحكم بخروج الفضلات اللي هي البراز أو الغائط. فنجي على الكولون شنو أجزائه؟ The large intestine القناة الأمعاء الغليظة تتألف من القولون أول جزء هذا اللي ذكرناه، سيكم الأعور، appendix الزائدة الدودية، وريكتم المستقيم. هذه أجزاء أو مكونات الأمعاء الغليظة نسميها. ما هي وظيفة القولون أو وظائف القولون؟ للقولون وظيفتين أساسية. الوظيفة الأولى هي absorption of water and electrolytes from the chyme to form solid feces. فأول وظيفة للقولون هو أو هي امتصاص الماء والأملاح أو الإلكتروليتات from the chyme. الكايم هو عبارة عن النواتج الهضم النهائية بشكل مستحلب تسمى بالكيموس أو الكايم، وبالنتيجة راح تتكون عندنا الغائط الصلب أو الصلب to form solid feces. feces الغائط أو البراز، وsolid يعني الصلب. الوظيفة الثانية للقولون storage of fecal matter until it can be expelled. فإذا وظيفة القولون هو خزن المادة الغائطية أو المادة البرازية لحين طرحها نحو الخارج أو دفعها نحو الخارج عن طريق فتحة الشرج، فكلمة expelled يعني تدفع للخارج أو تطرح. انتهينا من أجزاء الجهاز الهضمي والوظائف مالته، راح نجي إلى بعض العمليات المرتبطة بالجهاز. أول عملية هي عملية التغوط أو defecation يعني طرح البراز أو الغائط، defecation نسميها. When the rectum becomes distended with feces، عندما يصل الغائط إلى منطقة المستقيم فراح يؤدي إلى الضغط على جدار المستقيم فراح يتمدد المستقيم. فإذا عندما يتمدد المستقيم بالغائط it initiates راح هذا التمدد أو الضغط على جدران المستقيم راح يؤدي إلى بدء ما يسمى بالمنعكس الشوكي. it initiates a spinal reflex يعني منعكس شوكي، يعني تنتقل نبضات عصبية من جدار المستقيم إلى الحبل الشوكي. هذه شنو أهمية المنعكسات؟ that causes relaxation of the internal anal sphincter. هذه المنعكسات راح تؤدي إلى ارتخاء العاصرة الشرجية الداخلية اللي ذكرناها قبل شوية بالرسم، هذه هي هذه بالضبط، هذه الانترنال انال سفنكتر راح تؤدي إلى ارتخائها، which is composed of smooth muscle. مثل ما ذكرنا بأن العاصرة الداخلية أو العاصرة الشرجية الداخلية هاي تتألف من عضلات ملساء، وبما أنه عضلات ملساء فإذا عملها لا إرادي يعني مخاضع لسيطرة الشخص.
وعندنا العاصرة الأخرى external anal sphincter، العاصرة الشرجية الخارجية، هذه يمكن التحكم بها، وبالتالي فإنها تتكون which is composed of skeletal muscle، من عضلات هيكلية، ومثل ما تعرفون أنه يمكن التحكم بالعضلات الهيكلية. فبالنتيجة من ترتخي هاتين العاصرتين راح تصير عملية التغوط وطرح الغائط إلى الخارج، then defecation occurs، إذن راح تؤدي إلى حدوث عملية التغوط. من المصطلحات الأخرى اللي إلها علاقة بالجهاز الهضمي ما يسمى بالتقيؤ vomiting، في بعض الأحيان مرات إذا حالات معينة تؤدي إلى حدوث التقيؤ vomiting. فإيش نقصد بهذا المصطلح؟ وشنو الخطوات اللي تؤدي إلى حدوث التقيؤ؟ It is the forceful expulsion of gastric contents out through the mouth. فإذا التقيؤ هو عبارة عن الطرح الإجباري لمحتويات المعدة، يعني بالإجبار تطرح هذه المواد، تدفع يعني بقوة، forceful expulsion، الطرح الإجباري لمحتويات المعدة خارجها من خلال الفم، يعني عن طريق المريء وترجع للفم وتطرح للخارج، هذا هو المقصود بالتقيؤ. فالتقيؤ يبدي بمجموعة من الخطوات. الخطوة الأولى vomiting starts with salivation as the sensation of nausea. فإذا أول مرات الشخص من يحس يريد يتقيأ يبدي ينفرز اللعاب عنده. كلمة salivation هو إفراز اللعاب. And the sensation of nausea، والإحساس بالغثيان. يعني الشخص من يريد يتقيأ أول شيء يبدي اللعاب ينفرز ويحس بالغثيان، الإحساس sensation of nausea، غثيان، يعني إحنا بالمصطلح العام نقول تلعب نفسه. هذه أول خطوة اللي راح تبدي. الخطوة الثانية حتى تبدي عملية التقيؤ the glottis closes، فتحة المزمار اللي تحرس بداية القصبة الهوائية نسميها المزمار راح تنغلق، حتى شنو القيء ما يروح للرئتين. فإذا الجلوتس كلوزس راح ينغلق المزمار، preventing aspiration of vomitus into the trachea. فعملية غلق المسمار ماذا تعمل؟ ستمنع شفط القيء إلى القصبة الهوائية. كلمة aspiration تترجم مرات سفط أو شفط، يعني حتى القيء ما يروح إلى القصبة الهوائية. فإذا غلق المسمار سيمنع شفط القيء إلى القصبة الهوائية. بعد هذه الخطوة the breath is held in mid inspiration، يتوقف التنفس في منتصف الشهيق. يعني مرات الشخص من يتقيأ يصير قطع للنفس إلى أن يطرح القيء، يلا بعد طرح القيء يبدي يتنفس، فإذا راح يتوقف التنفس في منتصف الشهيق. تبدي الخطوة بعد the muscles of the abdominal wall contract. فمرات لاحظون من واحد يتقيأ عضلات البطن أو جدار البطن تبدأ بالتقلص، and the contraction increases intra abdominal pressure. فعندما تتقلص عضلات جدار البطن سيزداد الضغط داخل البطن حتى شنو يدفع باتجاه المعدة لطرح المواد الموجودة بها بعملية القيء. The lower esophageal sphincter، احنا قبل شوية ذكرنا من شرحنا المعدة قلنا المريء يتصل بالمعدة وهناك عندنا عاصرة ما بين المريء والمعدة تسمى باللور esophageal sphincter. هذه العاصرة راح ترتخي، ليش؟ حتى على مود يطلع القيء من خلالها. فإذا the lower esophageal sphincter and the esophagus relax، فإذا راح يصير ارتخاء بهذه العاصرة وارتخاء بالمريء، and the gastric contents are ejected، وبالتالي يتم طرح محتويات المعدة نحو الخارج. هذه الخطوات اللي تؤدي إلى حدوث عملية التقيؤ. نجي إلى حالة أخرى من الحالات المصاحبة للجهاز الهضمي أو لعمله، هي الكونستيبيشن، نسميها الامساك، بالعامية يسموه القبض، يعني شخص يصير عنده يقول عنده امساك، هو حدوث تصلب بالغائط هو، ونجلس على هذه الحالة. فما هو المقصود بالامساك؟ It means slow movement of feces through the large intestine. فالامساك يعني بطء حركة الغائط خلال الأمعاء الغليظة، هو هذا نسميه بالإمساك.
بيش يرتبط ترتبط هذه الحالة؟ It is often associated with large quantities of dry hard feces. ترتبط هذه الحالة عادة بوجود كميات كبيرة large quantities of dry hard feces، يعني هناك براز أو غائط جاف وصلب يكون وين موجود؟ in the descending colon، في القولون النازل. احنا قلنا عندنا قولون صاعد قولون مستعرض ascending وترانسفيرس كولون، وعندنا descending colon والdescending colon يتصل بالريكتم بالمستقيم، فإذا يتجمع الغائط في القولون النازل that accumulate because of over absorption of fluid، فسبب تصلب الغائط هو زيادة امتصاص over absorption، يعني أكثر من الطبيعي يصير امتصاص للسوائل من الغائط، وبالتالي يصبح بشكل كتل غائطية صلبة وجافة نتيجة لامتصاص السوائل منها، وبالذات الماء هو اللي نقصده هنا. مرات الشخص من عين يصير عنده امساك، تصير عنده بعض الأعراض أو العلامات the only symptoms caused by constipation are، فعندنا العلامات اللي يحس بيها الشخص أو الأعراض الناتجة عن الإمساك هي سلايت أناروكسيا، هي فقدان الشهية الخفيفة، يعني مرات يصير عنده فقدان شهية أناروكسيا فقدان الشهية. الحالة الثانية مايلد ابدومينال ديسكومفورت اند ديستنشن، يصير عنده فد نوع من الانزعاج، يعني فد حالة عدم الراحة في منطقة البطن ويحس كأنما البطن منتفخة أو ممتلئة ديستنشن. فهذه العلامات الظاهرية هي فقدان الشهية وبعض حالات عدم الراحة في منطقة البطن نتيجة للإمساك. ففي بعض الحالات احنا في اذا شخص عنده امساك مرات يعطي بعض المواد يعطى تسمى بالملينات او المسهلات، فنجي على هذه المجموعة من المواد اللي نسميها اللاكساتيفز اللي هي الملينات او المسهلات نسميها. فشنو اهمية هذه الملينات او المسهلات؟ They are substances that loosen stool، فاذا هي عبارة عن مواد تعمل على رخاوة الغائط. كلمة ستول تعني الغائط أيضا، يعني شلون كلمة فيسز كلمة ستول تعني الغائط. And increase bowel movements، فهذه المسهلات أو الملينات إذن هي تلين الغائط وتزيد من حركة الأمعاء. bowel كلمة bowel تعني الأمعاء هنا، فباول موفمنتس يعني حركات الامعاء تزيدها، فمن تلين الغائط وتزيد حركات الامعاء اذا راح يتم التخلص من الغائط. لاي حالات تستخدم هذه الملينات؟ They are used to treat and or prevent constipation، فاذا تستخدم الملينات هي لعلاج او منع الامساك. احنا كلمه باللغه الانجليزيه اند هذا سلاش او خط مائل اور، احنا نقول مثلا باللغه العربيه من الجمله نترجمها نقول تستخدم لعلاج الامساك او منعه، باللغه الانجليزيه لا يقولون اند سلاش اور، فهي ذن تستخدم بمعنى لعلاج الامساك او منعه او لعلاج او منع، يعني اما علاج ومنع او علاج او منع الامساك. هذه اهميه اللاكساتيفز. نجي هنا شلون تعمل هذه اللاكساتيفز الملينات شلون تعمل او شلون تشتغل، يعني اليه عملها. Most laxatives work by either، فاذا معظم الملينات او المسهلات تعمل بوحده من هذه الطرائق اللي نذكرها. اول شيء stimulating the bowel، تحفز الامعاء يعني تحفزها حتى تزيد حركتها، هذه نسميها من النوع من اللاكساتيف نسميها المحفزات ستيمولانس المحفزات. النوع الثاني softening the stool، تلين الغائط تلينه، softening من soften حرف التي ماي اللفظ اشبه بالسايلنت، تلين الغائط فنسميها stool softeners ملينات الغائط stool softeners. او شو تسوي increasing the stool bulk or encouraging the stool to draw in more water، فبالحالة شو تسوي هي تزيد من كتلة الغائط stool bulk يعني الحجم ماله او الكتلة مالته كتلة الغائط،
أو تعزز encouraging the stool to draw in more water أو تساعد الغائط لأن يسحب كميات أكثر من الماء. يعني هو بالبداية احنا قلنا هو الإمساك يعني جاف وهارد صلب، فهي تساعد في أن يجي مي أكثر إلى الغائط حتى يتلين. فإذا وظيفتها هي زيادة كتلة الغائط أو تعزيز الستول أو الغائط لكي يسحب كميات أخرى من الماء، فتسمى عادة بالبولكينج ايجنتس، يعني بالعوامل اللي تزيد من كتلة الغائط، من كلمة بولك تعني حجم أو شيء كبير. الآلية الرابعة لوبريكيتنج ذا ستول تعمل على تزييت الغائط، تزيته يعني شلون نسوي مثل فد مادة مزيتة بي to allow and easier passage out of the colon، فحتى من الزيتة إذا يمكن مروره بسهولة خلال الأمعاء، فإذا تسمح بمروره بشكل سهل خلال القولون. فهذا النوع من الملينات تسمى لوبريكنس. فهذه الأنواع الأربعة بشكل عام كل وحدة لها آلية عمل، فهذه بمجموعها هي ملينات تساعد في حركة الغائط وطرحها نحو الخارج. انتهينا من بعض الحالات هذه اللي تعتبر حالات يعني غير مرضية بشكل عام. نجي إلى بعض الحالات المرضية اللي ترتبط بالجهاز الهضمي. عندنا هذه الحالة نسميها inflammatory bowel disease، نسميه مرض الأمعاء الالتهابي. inflammatory تعني التهابي، bowel disease IBD. فش نقصد بهذه المجموعة من الأمراض؟ It is a group of inflammatory conditions of the colon and the small intestine. فإذا هذه الحالة تمثل مجموعة من حالات الالتهاب اللي تصيب القولون والأمعاء الدقيقة. نجي إلى أنواع الـ IBD، هذه الـ inflammatory bowel disease. عندنا نوعين منها. أول نوع نجي للـ types of IBD اللي سميناها inflammatory bowel disease، أمراض الأمعاء الالتهابية. أول نوع اسمه Crohn's disease، مرض Crohn's disease. بماذا يتميز هذا المرض؟ It is characterized by inflammation of the lining of the digestive tract. إذن أهم صفة أن مرض كرون يتميز بحدوث التهاب في بطانة القناة الهضمية digestive tract which often separates deep into the affected tissues، يعني مو بس البطانة، ينزل بعمق إلى السطوح الداخلية. إذا separates ينتشر deep into affected tissues، ينزل إلى مناطق عميقة من الأنسجة المصابة، فيسمى Crohn's disease بأسماء شخص Crohn's disease. الحالة الثانية ضمن الـ types of IBD هو ulcerative colitis، يسمى بالقولنج. كلمة colitis القولنج التقرحي، ulcerative من ulcer قرحة، colitis هو القولنج اللي هو عبارة عن التهاب غشاء القولون المخاطي. بماذا يتميز الـ ulcerative colitis؟ It is characterized by inflammation، أيضا التهاب and ulcers وحدوث تقرحات. شلون عندنا قرحة المعدة مثلا، كلمة ألسر تقرح أو قرحة. In the lining of colon and rectum، فإذا يتميز بحدوث التهاب وتقرحات في بطانة القولون والمستقيم. من علاماته أو أعراضه symptoms هي دياريا الإسهال، fever and fatigue الحمى والتعب أو الإعياء، fatigue الإعياء، abdominal pain and cramping حدوث ألم في البطن وتشنجات، abdominal pain and cramping، blood in stool ظهور الدم في الغائط، reduced appetite انخفاض الشهية، و weight loss فقدان الوزن. هذه هي علامات ستة لهذه الحالات اللي ذكرناها الـ IBD. وقعدنا آخر موضوع في المحاضرة اللي هو ما يسمى بالفتحات المعوية intestinal stomas. كلمة ستوما فتحة، stomas الفتحات، هذه فتحات يتم عملها لحالات معينة.
فنجي ما هو المقصود بهذه الفتحات. They are surgically created openings of the small or large intestine. فإذا هي عبارة عن فتحات يتم استحداثها جراحيا، يعني احنا نسويها جراحيا لعلاج حالة معينة. فإذا هي تستحدث جراحيا في الأمعاء الدقيقة أو الغليظة onto the anterior abdominal wall، وبالتالي يتم إيصالها إلى السطح الخارجي في جدار البطن من الجهة الأمامية. عندنا نوعين من هذه اللي راح ناخذها، عندنا الكولوستومي نسميها تفميم القولون. كلمة قلنا ستومي هي فتحة أو فم، من كلمة يعني بنقول تفميم، يعني من كلمة فم يعني فتحة، ففتحة القولون أو يسمى تترجم تفميم القولون. فكولون من كولون وستومي من ستوما. هذه شنو عبارة الكولوستومي؟ It is an artificial opening، عبارة عن فتحة صناعية made between the large intestine and skin، يتم إحداث هذه الفتحة ما بين الأمعاء الغليظة والجلد، يعني تفتح للخارج. شنو الغرض من عدها؟ To divert feces to the exterior، يعني مرات لأكو حالة مرضية معينة بالجهاز الهضمي شيء، فيسوي له فتحة لطرح الفضلات أو الغائط نحو الخارج. فإذا لتحويل divert تحويل feces to the exterior إلى الخارج. Where it can be collected in an external appliance، يعني الغائط من راح يخرج من فتحة تم عملها ما بين الأمعاء الغليظة والجلد، هذا الغائط يتم جمعه باستخدام فد أداة خارجية، يعني يجمع الغائط بها. كلمة appliance أداة، يعني شلون نقول أدوات المطبخ appliances. فإذا هذه هي حالة الكولوستومي. الحالة الأخيرة هي إليوستومي. تعرفون إليو من إليوم اللفائفي، وستومي تفميم اللفائفي، يعني عمل فتحة مع الإليوم أو اللفائفي. It is an artificial opening، هي عبارة عن فتحة أيضا صناعية مثل قبلها، made between the ileum and the skin، ما بين اللفائفي اللي هو الجزء الثالث من الأمعاء الدقيقة، اللفائفي والجلد. هنا عندنا وين الكولوستومي؟ بين اللارج انتستين والسكن. هنا لا، الإليوم والسكن، ولهذا سميت إليوستومي. To divert intestinal contents to the exterior، أيضا إذا كان هناك خلل في اللارج انتستين حتى نحول محتويات الأمعاء، divert يحول إلى الخارج. وبنهاية هذه الفقرة نكون قد انتهينا من المحاضرة الثانية اللي هي كانت عن الجهاز الهضمي.